افضل محترف. احنا في اتنين يعني، انا بالنسبه لي الاتنين مختلفين يعني. احنا جالنا تريل ستوجن في 2019، ده هو ده جاب الدوري لوحده يعني، بالنسبه لنا هو اللي جاب الدوري لينا يعني. هو لعيب شويه مودي، بيلعب بمزاجه، هو لو مزاجه حلو يلعب، مزاجه مش حلو مش هيلعب. بس كان سبب كبير قوي في اللي هو جه، اصلا ما كانش هيجي مصر يعني، كان سبب اللي هو يجي مصر يلعب معانا وناخد الدوري، انا شايفه كان سبب كبير. طبعا والتر، الاثنين مختلفين. ستوجن بيلعب لوحده شويه، لو هو مزاجه كويس يكسبك، لو مش مزاجه مش كويس ممكن نخسر. لكن والتر جماعي مع الفرقه، بيتكلم مع كل اللعيبه، برده بيوظف اللعيبه، يقول ده يعمل ايه وده يعمل ايه، بيقدر يجيب سكور، بيقدر يلعب كل واحد في الفرقه، بيتكلم معانا بره وجوه يعني. هو انا شايف الاثنين تقدر في مكانه واحده عندي يعني، سواء ستيفن او وولتر، الاثنين عندهم نفس المكان عندي، الاثنين كويسين. اقول مثلا بلاي ميكر ميدو اتحاد، اثنين ايهاب امين، ثلاثه يوسف شوشه، اربعه اسماعيل احمد، خمسه انس اسامه.